احنا دلوقتي نزلنا بالسن يا دكتور. ايوه لغايه 12 سنه. طيب يعني دكتور حضرتك قلت معلومه، حضرتك قلت معلومه يعني غايه الاهميه بصراحه، يعني هي فكره ان اللقاحات اللي بيتم تلقيها او تطعيم الاطفال بها هي تم عمل تجارب سريريه عليها، مظبوط؟ بالظبط يا فندم. طيب وعلى فكره هو عشان كل انت عارف طبعا نتيجه للجائحه كثيره من اللقاحات وكثيره من الادويه لما سجلت كانت سجلت ما يسمى تسجيل عاجل او طوارئ. صحيح. بمعنى ان هي لم تاخذ فتره زمنيه طويله للتجارب، طبعا كل ما الفتره بتمر كل ما التجارب بتزيد وكل ما يتم التاكد من امان وصلاحيه هذه اللقاحات. صحيح. طيب دكتور يعني واحنا بنتكلم على تطعيم وهذه التجارب السريريه، هل تم عملها على كل اللقاحات فبالتالي الاطفال يستطيعوا ان ياخذوا كل اللقاحات الموجوده لفيروس كورونا ولا في يعني؟ لا الوزاره، الوزاره فندم محدده انواع اللقاحات اللي ممكن تؤخذ لهذه الفئه العمريه وايضا اللي ممكن تؤخذ للحوامل والمرضعات. ايه اللقاحات اللي ممكن ياخذوها الاطفال؟ يعني مثلا نمره واحد فايزر. نعم. هو نمره واحد الاكثر نوع يعني في امان تجارب عليه لاعطائه لهذه الفئه العمريه. وبعد شويه بيتم تجارب على انواع اخرى من اللقاحات. يعني حتى الان هو فايزر بس، فايزر بس اللي هياخده الاطفال صح؟ لحد دلوقتي يا فندم.